أعزائي مشاهدينا مشاهدي برنامج من سيزرع مليون، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا، وبنقدم لكم أطروحة جديدة النهاردة عن بنجر السكر. هنتكلم عن المنتج، هو عبارة عن إيه، طريقة زراعته، إيه الاستفادة منه، إيه الجدوى الاقتصادية من هذا النوع من الزراعات. معانا النهاردة الدكتور أيمن، مدير معهد بحوث السكرية، المحاصيل السكرية، ومعانا المهندس فارس عيد، مستشار الزراعي بمجموعة شركات إفرولاند. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله، شرفتنا. الله يبارك. مساء الخير يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ اخبارك؟ الحمد لله. كنا عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية، عايزين نعرف هو ايه بنجر السكر؟ يعني هل في فرق بين البنجر اللي احنا بنشوفه في الأسواق وبين بنجر السكر، ولا هو بنجر السكر؟ طبعا هو من اسمه بنجر السكر، فهو محصول خاص بالسكر، بنجر متخصص في السكر، لان احنا عندنا كذا نوع من البنجر موجودين. في البنجر اللي هو البري اللي احنا بنسميه السلق، احنا بنستخدمه في اكلات كتيره من اكلاتنا يعني. أوكي. وعلى مستوى دول حوض البحر الابيض المتوسط، خصوصا في اليونان وايطاليا من قبل الميلاد، وهم بيستخدموا بنسميها بقى اصناف البنجر الورقيه، يعني اصناف زي السبانخ كده اللي هي ورق. بتستخدم ورقية فيه. مش ثمره. لا، ما فيش ثمره عندي، انا بتكلم على جذر او ورق. تمام. فهم بيستخدموا الورق، او احنا بنستخدم زي ما احنا بنستخدم الورق بتاع السلق في اكلات كتيره من اكلاتنا يعني. ففي عندي البنجر الورقي دوت، وفي عندي حاجه اسمها بنجر المائده اللي هو الاحمر اللي احنا بناكله في سلطاتنا والحاجات ديت، اللي هو بيتاكل ده. وفي عندي بنجر السكر اللي هو بستخدمه في استخلاص السكر، وعندي حاجه اسمها بنجر العلف، ده طبعا نسبه السكر ايه قليله فيه قوي. كل واحد ليه استخدامات. العلف طبعا للتغذيه الحيوانيه، السكر لانتاج السكر، والمائده ده الاستخدامات اللي هي المائده بقى اللي هي زي اللي بيستخدم في السلطات او في الاكل. بالظبط كده، بالظبط كده. لكن البنجر السكر ما يتاكلش. بنجر السكر ما يتاكلش لان هو محصول تصنيعي اصلا، زائد ان بيبقى فيه طعم قلوي شويه، فطبعا مش زي القصب يعني. القصب ممكن ايه بنستخدمه اللي هو بنسميه بنمصه او بنعصره ونشرب العصير بتاعه. تمام. انما طبعا البنجر صعب لان هيبقى الطعم مش مستساغ قوي. بالظبط. تمام. يعني البنجر عايز احط حته تاريخيه كده. احنا اتولدنا لقينا في حاجه اسمها سكر، انما لو نعرف التاريخ بتاع البشريه ما كانش في حاجه اسمها سكر يعني. لحد نص القرن ال17 السكر ده كان اللي بياكله الناس المليونيرات، انما الاثرياء بس. انما الناس الثانيه ديت المواد السكريه بتاعتها جايه يا اما من عصير فاكهه يا اما عسل نحل يعني، ودي حاجات ما كانتش متوفره بالشكل الايه بالشكل الكبير قوي. تمام. الفترة ديت كان بعد كده هوت ابتدى يظهر عندنا السكر دوت اللي موجود اللي هو بتاع الاغنياء ده عن طريق ايه؟ قصب السكر. قصب السكر دوت كانت دول اوروبا كلها ديت دول بت 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 بتحتل دول اخرى لزراعة قصب السكر، يعني منطقة الكاريبي دي كلها الانجليز احتلوها بهدف زراعة قصب السكر. بهدف زراعة قصب الايه؟ قصب السكر. تمام. في الفترة ديت ما كانش في عندنا حاجة اسمها بنجر سكر خالص. من الاساس. بالظبط كده، لحد ما جه واحد راجل عالم نبات الماني، لقى ان في نبات، النبات دوت اللي هو البنجر يعني، لقى ان في نوع السكر اللي فيه، هو كان عالم كيميائي كمان، فقال ده السكر اللي موجود في النبات ده هو السكر اللي موجود في قصب السكر. ودي كانت البدايه بقى بتاعه الايه الثوره في عالم السكر، في انتاج السكر. في انتاج السكر. في خلال الفتره اللي هي بتاعه ال 100 سنه اللي بعديها حصل تطورات رهيبة جدا في هذا الموضوع. طبعا جه بعديه تلميذه كان راجل ألماني، هو اللي ابتدى يدرس الموضوع ده ويعمل تهجينات عشان يزود السكر. ليه؟ أول بنجر يكتشفوه اللي هو قال لك فيه السكر ده، عارف حضرتك نسبة السكر كانت فيه كام؟ 1%. 1%. رقم يعني ما تحسش بطعمه. نسبة بسيطة جدا. نسبة بسيطة جدا، بالظبط كده. في برامج التربية ابتدت تزيد هذه النسبة لحد ما وصلت لتقريبا 7 أو 8%. وأقيم عليها مصنع، أول مصنع يتعمل كان الكلام ده بعد سنة 1850. 1850 كان الفترة ديت الحملة بتاعت نابليون بونابرت على أوروبا كلها، وبيحتل في الدول بتاعتها كلها وكذا. فابتدى نابليون بونابرت يسمع عن الموضوع ده،
فخدوا الموضوع ده من المانيا، لان العالم ده الموضوع ده كله كان في بروسيا اللي هي المانيا يعني، راحوا واخدين منها الموضوع ده وسربوا للعلماء بتوعه في فرنسا، وابتدوا ينتجوا هذا الايه هذا المحصول يعني. وحاصر المانيا فتره طويله جدا علشان يعرف ياخد منها الايه ياخد منها هذا السر او هذا الاختراع يعني، النوهاو بتاعت الكلام ده يعني. ودنت فرنسا هي اللي مسؤوله عن الانتاج، وهي اللي لها الفضل على فكره، فرنسا هي اللي لها الفضل في وصول بقى بنجر السكر للاشكال اللي احنا بنشوفها دلوقتي، اللي هي الجوده في انتاج السكر وفي الحجم والحاجات بالظبط كده. اه بالظبط، كان عالم اسمه لويس هو اللي كان مسؤول عن كده. مرت الفتره دي طبعا ابتدى يحصل عندي موضوع اقتصادي بقى، مشكله اقتصاديه كبيره بين الناس اللي بتنتج قصب، ولقوا محصول جديد طالع في اوروبا اسمه بنجر السكر هينافسهم في السوق بتاعهم وهيخلي هيغير الموازين. هل يعني خلينا نرجع نقطه بس صغيره عشان برضو الساده المشاهدين يبقوا متابعينا. هل هو بيتطلب تربه معينه لزراعته البنجر بتختلف عن القصب؟ هو طبعا بالنسبه لاوروبا احنا بنتكلم على نوع تربه خالص مختلف عن عندنا احنا. احنا هنا تربه طينيه بالظبط كده، هما البروفيل بتاع التربه بتاعتهم تربه بتبقى تربه دوباليه لانهم اساسا غابات، فنسبه الماده العضويه والتراكمات بتاعتها عاليه. انما احنا اساسا مناطق جاف، فالنيل هو اللي عمل لنا الدلتا بالفيضانات وبالطبي اللي كان بيتنقل لنا. انما البنجر السكر عنده صفات بتخليه متأقلم مع ظروف كتيرة جدا، حتى منها الظروف القاسية. ولذلك احنا لما جينا وزرعناه في مصر سميناه محصول استصلاحي، لانه بيصلح ان هو يزرع في الاراضي حديثة الاستصلاح، لانه بيتحمل نسب ملوحة اعلى من محاصيل كتيرة تانية. في التربة ولا في المية؟ ما هي الاتنين واحد يعني، سواء في التربة او في المية، المهم ان الرينج بتاع الملوحة اللي هو بيتحملها زي الرينج اللي هو بتاع المحاصيل استصلاحية اخرى زي مثلا الشعير. فدوت بيديله ايه ميزة نسبية في الموضوع ده. طبعا احنا في مصر رجوعا للموضوع تاني يعني، بنجر السكر احنا عارفين ان هو دخل لنا في الثمانينات، انما الحقيقه ان هو دخل لنا قبل كده بكتير، دخل لنا من سنه 1902. 1902 دخل لنا بنجر السكر وحاولوا يزرعوه في المنيا. بس لما جم يزرعوه في المنيا هم خدوه من اوروبا بمواعيد زراعه ونقلوه مصر بنفس مواعيد الزراعه بتاعت اوروبا. فالمواعيد دي ما تناسبش معانا. بالظبط، اوروبا بتزرع في الصيف، فهم جابوه هنا وراحوا مزارعينه فين؟ في الصيف وفي المنيا كمان، وده كان مصنع سكر قطاع خاص يعني، مش موجود هو المصنع ده دلوقتي. ده تجربه حد كان بيجرب. بالظبط كده، وفشلت التجربه لان الافات والامراض طبعا بالنسبه للبنجر. البنجر على فكره يعني من المحاصيل والاوراق المحببه للحشرات يعني دوت ورق القطن، لو انت حطيت لها القطن جنبيه البنجر هتسيب القطن وتروح للبنجر. اكيد فالورقه بتاعته غضه وسهله الشوينج. ايوه طبعا طعمها حلو بالنسبه لها. اكيد احنا ما نعرفش طعمها بالنسبه للدوده ايه، لان انا ادم بتختار دي وتسيب دي. فطبعا التجربه فشلت، دنتها موجوده لحد الفكره لحد اوائل الاربعينات في سنه 42 جابوا البنجر تاني وغيروا في مواعيد الزراعه، وزاره الزراعه المصريه المره دي بقى وغيروا في طريقه الزراعه شويه، وطلعوا بنتيجه ان هذا المحصول يمكن ان يزرع في مصر. بس في ذاك الوقت عدد السكان واستهلاكنا للسكر كان قليل، مخلينا السكر بتاع القصب ده يعني مكفينا وفايض. احنا كنا بنصدر سكر على فكره لحد سنه 72. بعد سنه 73 مرت الايام بقى النتيجه كده اتحطت في الادراج ان احنا عندنا محصول يصلح انه يتزرع. بعد سنه 73 وبعدين الانفتاح بعديها حصل تغير في النمط الاستهلاكي المصري بشكل طبعا كلنا الثقافه الغذائيه نفسها اختلفت. فاستهلاك السكر للفرد صعد من ارقام تتراوح من ال 13 لل 15 كيلو للفرد في السنه ل 32 كيلو للفرد في السنة. احنا النهاردة استهلاكنا 34 كيلو للفرد في السنة. دي على فكرة ارقام يعني ارقام كبيرة جدا. طبعا ارقام مرتفعة جدا على المستوى الصحي. ولذلك احنا بقى مرضى السكر عندنا كتير جدا. وفي الاوبستي كمان اللي هي السمنة احنا نعتبر تقريبا خامس دولة على مستوى العالم. يعني في السكر احنا عاليين قوي وفي الاوبستي برضو عاليين قوي. بسبب ايه؟ بسبب النمط التغذية السيء. بالظبط كده. فحصل ان حصل عندنا نقص في
امدادات السكر اللي موجوده عندنا اصبح انتاجنا الموارد ما بقتش مكفيه الطلبات، فحصل عندنا حاجه بسميناها الفجوه. الفجوه اللي هي ان انا بضطر استورد بقى سكر بعد ما كنت بصدر، بقى عندك عجز، بقيت محتاج استورد، بقى عندي عجز بالظبط كده. فابتدينا من 77 78 نفكر في موضوع ان ندخل المحصول الجديد اللي هو بنجر السكر، وابتدوا فعلا يجيبوا البنجر ويعملوا التجارب عشان نحط التوصيات بتاعه زراعته يعني. تمام. وطبعا التعاقد على انشاء اول مصنع اللي هو الدلتا اللي هو بتاع المصنع، مصنع في كفر الشيخ يعني. ومن هنا كانت البدايه، واشتغل المصنع سنه 82. دي بدايه قصه بنجر السكر معانا. لحد النقطه دي كان الجزء الاكبر بتاع القصب، القصب هو القصب ماسك من اول المنيا لحد بالظبط كده، الشير الكبير كان بتاع القصب، والبنجر كان لسه على مسافات 30 الف فدان مش عارف، وتزيد شويه وتزيد شويه. النهارده حصل ان انقلبت الصوره، اصبح النهارده البنجر احنا بنزرع تقريبا 600 الف فدان، قدام ربع مليون فدان بس من الايه، من القصب، لان القصب محدود بالمساحه اللي هو مزروع فيها، اللي هي مساحه فيه. ايه اللي من الانا من المنيا لحد الصعيد، اللي هي الشريط اللي حوالين النيل بس، لان بعد كده صحراء. طب والبنجر ده بيحتاج كميات ميه كبيره لزراعته؟ لا طبعا، لانه هو لما نقيسه في الوقت اللي بينقصه في الارض من 12 ل 14 شهر في القصب لست شهور في البنجر تقريبا، طبعا بيبقى في التاثير يعني الاستهلاك في الميه بيبقى في قليل في مواعيد معينه. ست شهور لا للصنف، بتفرق مع الصنف يعني، الصنف في اصناف بتاخد ست شهور، اصناف تاخد ست شهور ونص، اصناف توصل لسبعه على حسب نوع الصنف ودرجه النضج بتاعته يعني. لا مش قصدي، انا قصدي ان هو له توقيت في الزراعه. طبعا يعني طبعا، يعني مهندس فرد في الحلقات السابقه كنا بنتكلم على محاصيل معينه كان بيقول دي مواعيدها الزراعيه كذا بالظبط. فهل ده له ميعاد؟ طبعا البنجر بيتزرع من نص شهر 8 لحد نص شهر 11 بالظبط كده بالظبط كده. ودلوقتي كمان في ناس بقت تتاخر شويه يعني، بس يعني ايه هو الرينج ده اللي موجود. على فكره هو كمان بيزرعوا روتين دلوقتي يا دكتور. روتين ما هي ما بقول لحضرتك من 8 ل بيزرعوا ايه؟ روتين يعني. عروتين بنسميها عروه مبكره، اللي هي من نص 8 لحد نص 9، لحد نص 9 دي بنسميها عروه مبكره. وبعد كده اهوت العروه الثانيه، العروه المبكره دي من نص 8 ل 9 دايما احنا بنسميها مبكره، لان لها حسابات ثانيه. حساباتها الثانيه بتبقى في ايه؟ ان طبعا بتبقى الدنيا لسه حر شويه، فالبنجر بيحتاج مبيدات علشان تقاوم فيها الديدان القطن مثلا او الحشرات اللي بتهاجم البنجر في الوقت ده، فبتحتاج معاملات خاصه. وبالتالي المصنع، علشان كل مصانع لها طاقات انتاجيه معينه، والمصنع لازم يوصل للطاقه الانتاجيه بتاعته عشان يبقى الانتاج بتاعه اقتصادي. فهم بيشجعوا الزراعه انها تبقى بدري، ولذلك بيساعدوا المزارع بالمبيدات وبالطرق المقاومه المختلفه اللي يستخدمها علشان يعرف يزرع البنجر في الموسم المبكر. وكمان بيدوله حاجه اسمها علاوي التبكير، يعني كمان لما بيجي يشتري يبيع البنجر بتاعه لانه محصول تعاقدي، لو طلعه بدري عن ميعاده ياخد. لا لا لا، لا هو اللي زرع في من نص 8 لنص 9 ده عارف ان عنده علاوي التبكير هياخدها، اللي هي ليه؟ لان المحصول بيبقى قليل شويه بسبب بالظبط كده، فبياخد علاوي التبكير تشجيعا من المصانع للمزارع بانه ايه، انه يزرع في الوقت ده، انه يزرع يطلع منتج في الوقت بالظبط يا فندم بالظبط. طب وحضرتك باشمهندس فارس، حضرتك كان ليك تجارب اعتقد في النوع ده من الزراعات. والله انا انا زرعته في منطقه جمصه على الري بالتنقيط. منطقه جمصه الري بالتنقيط هي ماء مختلط، ماء الصرف المغطى مع مياه النيل، ده يعني ميه مخلوطه. درجه الملوحه فيها بتوصل من 900 الى 1200 تقريبا. وزرعناها على ري بالتنقيط، وكانت المسافه ما بين كل ثمره والثانيه حوالي 50 سنتي. دي عملت معانا كتير قوي. هي كتير طبعا. بعض الناس بتزرع بعض الناس كبيره، بعض الناس بيزرعوا ما بين الثمره والاخرى حوالي 30 سنتي، ودي فعلا كان انتاجيتها اعلى وادت الى احجام ضخمه ومجموع خضري بالذات في العروه اللي هي العروه الثانيه. بالظبط، يعني هم بيركزوا قوي في العروه الثانيه، بيبقى الجو مناسب جدا ليها، بياخد احجام كبيره كمان، حتى انه في تسميده بيبقى ما بيحتاجش التسميد عالي قوي زي الصيف. بس هو من الواضح من كلام حتى الدكتور ان هو بيحتاج
مراعاه عاليه شويه عشان واضح ان هو في بالذات في العروه المبكره التانية بالذات العروه هو طبعا شوف حضرتك هو البنجر كاي محصول تاني هو طبعا تعقيبا على كلام الباشمهندس علشان احنا عندنا مشكله في مصر مع المزارعين اللي هي ايه اساس محصول البنجر عدد نباتات في وحده مساحه يعني ان انا المساحه اللي هي الفدان الريكومنديشن او اللي هي التوصيات بتقول ان المفروض المساحه ال 4000 متر او 4200 متر دي يبقى مزروع فيها من 30 ل 40 الف نبات من 30 ل 40 الف نبات اذا فانا مرتبط بحاجتين ان انا لازم اعمل لهم البيوت اللي هتكفيهم فالبيوت اللي هتكفيهم دي بتبقى عباره عن عدد الخطوط ومسافات الجور اللي احنا بنسميها المسافات بين النباتات فعدد الخطوط عشان اوصل للعدد ده لازم عدد الخطوط في الفدان يبقى 14 خط في القصبتين دي طريقه حساب حسابيه للمزارع عارفها بالظبط كده ان 14 خط في القصبتين بعد كده اهوت انا بزرع مسافات زراعه على الخطوط من 15 ل 20 سنتي كده انا باخد ال 40 الف من 30 او ل 40 الف نبات للفدان المعلومة التانية اللي موجودة رسخة عندنا كلنا عند المزارعين ان الجذر الكبير حلو لا الانتاج الحلو مش معناه ان الجذر بتاعه كبير البنجر اتعمل احنا عايزين البنجر يبقى وزن الجذر بتاعه من 800 ل 1200 يعني من كيلو 200 ل 800 لما بتكبر البنجراية قوي بيحصل ايه بيزيد الالياف فيها ولما تزيد الالياف فيها بتؤدي الى تقل نسبه السكر مش تقل نسبه السكر لا بتقلل صفات الجوده بتاعت الجذر صفات الجوده هنخش بقى في صفات الجوده اللي هي ايه التصنيعيه بمعنى ان انا ممكن اخد جذر عالي الجوده للصناعه فالجذر دوت بيقيسوا فيه السكر لما يجي يستخلص السكر اهم حاجه في الموضوع كله ايه قد ايه سكر هقدر ابلوره ويبقى صلب بلورات سكر في ايدي كده انا ماسكها تمام كل ما كانت الكواليتي بتاعت او الجوده بتاعت الجذور ديت قليله يزيد العسل اللي هو الملاس ويقل السكر وكل ما الجوده كانت عاليه السكر يزيد والملاس يقل الصناعه معموله علشان السكر يزيد والملاس يقل فاي معاملات خاطئه بتتعمل للبنجر ومن ضمنها الاحجام الكبيره او الشتل مثلا في ناس بتشتري البنجر يعني تاخد النبات من مكان وتحطه في مكان تاني بيؤدي لتفريع برضو الجذور فيؤدي الى زياده الالياف وبالتالي يؤدي الى نقص صفات الجوده بتاعه المحصول فدوت طبعا اهم نقطه زي ما هرجع تاني فيها اهم نقطه اللي لازم نركز عليها ودايما اتكلم فيها اللي هي كيف نحافظ على عدد النبات الامثل في الفدان الانتاجية بالظبط ليه بقى والكواليتي الكواليتي ما هي هتجيلي بالكواليتي يعني انا لما اعمل تسميد صح وري صح وعدد نباتات امثل صح هحقق اكبر انتاجيه ممكنه واكبر عائد اقتصادي واكتر جوده للمحصول لان الجوده هي اهم يعني الجوده ساعات بتبقى اهم من الكم ليه كم ممكن لو هو مش جيد هيطلع لي العسل في الاخر خالص هيطلع كله ملاس يبقى المصنع خسر كده لان المصنع مش معمول علشان معمول عشان السكر طب يعني معنى كده ان يعني في نقطتين بس عايزين نقف عندهم او نتيجتين يعني نوضحهم للساده المشاهدين المعنى الاولاني ان احنا لو احنا النهارده بنتكلم على اراضي البليون ونص فدان يبقى المنتج ده مناسب جدا للارض هناك سواء في المنيا او في المهر طبعا احنا قلنا ان بنجر السكر متحمل للملوحه بالظبط وهقول لحضرتك متحمل للملوحه ليه برضو كمعلومه يعني ممكن تبقى يعني للساده المشاهدين في عندنا حاجه اسمها نظم انتقال السكر في النبات نظم انتقال السكر هو الفكره كلها ان النبات ده عباره عن ورق الورق ده عامل زي الخلايا الشمسيه كده ياخد الضوء بتاع الشمس مع ثاني اكسيد الكربون اللي موجود في الهواء يعقدهم في بعض الطرق معقده معينه ويروح مطلع لي اول حاجه الجلوكوز وبعد كده الجلوكوز ده يخش في تفاعلات لحد ما يطلع لي سكر ثنائي اللي هو السكروز اللي احنا بناكله دوت اللي احنا عايزينه السكر ده اسمه سكر ثنائي لانه عباره عن اتنين سكر احادي لازقين في بعض جلوكوز وفركتوز لما يلزقوا في بعض يبقوا سكروز اللي هو اللي احنا بنستخدمه في الشاي بتاعنا تمام فالموضوع بتاع البناء الضوئي دوت بعد ما يتكون السكر في الورقه هينزل الجذر يتخزن ازاي ففي سيستم كده يعني بكل بساطه عامل زي العربيات كده بياخد الايه السكريات دي ينقلها يوديها لاماكن تخزينها
في اغلب النباتات السيستم دوت بيبقى معتمد على البوتاسيوم. البوتاسيوم هو ده العربيات اللي بتشد الكلام ده وتوديه اللي بتحركه. البنجر السكر بيقدر يستخدم الصوديوم لنفس العمل بتاع البوتاسيوم. ان هو يستخدم الصوديوم هو اللي ينقل لي يستخدمه برضو ينقله بالظبط كده. فديت بتخليه ان هو متحمل، زائد ان هو عنده نظم دفاعيه ضد زياده الملوحه. نظم الدفاعيه دي اللي هي ايه؟ ان هو مثلا الملح الزياده بيبعته للاوراق اللي هي الاكبر سنا، فالورقه يتجمع فيها الاملاح ديت وتموت، فبالتالي هو بيقلل تركيزها عن طريق فتح تكيفات بقى مع فتح الصغور وقفلها مع بعض الخلايا بيتخزن فيها الاملاح ديت. في ميكانيكيات عديده لفسيولوجيه يعني للتحملات بتاعه الملوحه. فعلشان كده هو قلنا ان هو محصول استصلاحي يصلح للزراعه في الاراضي اللي بيها نسب ملوحه. تمام. طبعا انا كل عندي خطين للانتاج، واحد للانتاج واحد لنسبه الملوحه. الاثنين بيمشوا مع بعض لحد نقطه انقلابيه اللي هي لما بتزيد الملوحه هيبتدي يقل الانتاج. يعني في مرحله كده هما الاثنين ماشيين كويس قوي، وبعدين اول ما تزيد الملوحه بالضبط البياني نبص نلاقي ان كل ما تزيد الملوحه يقل الانتاج. بس النبات مش هيموت، هيضل موجود، بس الانتاج بتاعه هو اللي بالظبط كده هيضعف الايه الانتاجيه بتاعته. طب وهو يعني 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 النقطه الاولى خلينا نقول لشبابنا والمستفيدين من مشروع مليون ونص فدان، ان سواء الارض في المغرى او في غرب المنيا تصلح لزراعه هذا النوع من الزراعه. طبعا الا اذا كان في مناطق طبعا اكستريمز، بس احنا يعني لا احنا بنتكلم عليهم من المناطق الطبيعيه. طبعا دي صح اكيد يعني طبعاً. ممكن نعرف برضو مهندس فارس هو تقريبا نسبه الملوحه هناك بتبقى قد ايه تقريبا في المنيا؟ بتتراوح من 600 لحد 1500 جزء في المليون. ده يعتبر كويس. بس هو هو الميزه بقى يا دكتور ان 600 طبعا يعني هي الميزه كمان في ابيار المنيا ان هي مياه متجدده. طبعا لما حتى في ابيار وزاره الزراعه كانت مرتفعه، مع الاستخدام بدات تنزل الملوحه. ده وان دل يدل ان كميه المياه ثانيه واحده والاعداد بس بيقولوا لي معلومه عن كام يا فندم؟ من 1500 ل 3000 ده اول في الاول. هي في كل الأول. ما بتخش لتحت شويه الميه بتحلى، الميه بتحلى يعني. ده اللي اعلنته شركه ريف المصري. ده بالظبط. كام يا استاذ ابراهيم؟ من 1500 ل 3000 ل 3000 عموما. برضو طبعا احنا عايزين برضو نبشر الجماعه بتوع المنيا ان احنا عندنا العنب المطعوم يتحمل لحد 4000 جزء في المليون. بس هو الدكتور كان بيقول ممكن صح؟ ممكن. هو هي الفكره زي ما هو كان بيقول لك هو مصلوح ما كمان يعني بيقول لك هو محصول استصلاحي يعني ممكن يفيد التربه زي ما هو ده ما بيفيد التربه في ايه؟ لما تبقى الملوحه عندي في التربه انا بزرع النبات في التربه بياخد الميه بالاملاح منها وبعدين ما بسيبوش، انا بشيله من التربه دي وابعته على المصنع، يبقى انا كده شلت ملح جزء من الملح فلتر وكانك عملت فلتر كده، عملت مغناطيس كده بينزل يشفط الاملاح ويطلع فيها بره. زي الشعير برضو بزرع كده ياخد نسبه ملوحه اروح شايل ده ومطلعه بره، فيبقى كاني بعمل عمليه ايه زي تنقيه للتربه، بتعمل اعاده تطهير للتربه. يعني يا دكتور احنا متفقين ان الجماعه اللي بيجوا يصفوا بعد كده البنجر في الورق ساعات بيجوا يرشوا البورون. فاحنا بنقول لهم ايه المانع ان احنا نستخدم نترات البوتاسيوم؟ فايه راي حضرتك لو احنا استخدمنا نترات البوتاسيوم في قبل الحصاد مثلا ب 15 يوم او 20 يوم؟ لا ليه نترات البوتاسيوم قبل الحصاد؟ بعض الناس كانوا بيستخدموا نترات البوتاسيوم رش عشان تصفيه العرش بتاع البنجر. لا لا فاحنا لا لا عايزين لا. نشوف يعني هل الكلام ده ايه صحه الكلام ده؟ هل نترات البوتاسيوم في تصفيه عرش البنجر ولا البورون في تصفيه عرش البنجر؟ وهل ده يؤدي الى نتيجه حسنة لاستخدامه بعد كده كعلف المواشي او الى نتيجة سيئة؟ تمام. النترات البوتاسيوم عموما احنا عنصر البوتاسيوم احنا عندنا متوفر سواء في المية او في التربة. ساعات بتبقى فيه بس بعض المشاكل مش محتاج انك تدخله من بره. مشاكل الايه؟ الاتاحة. ايه هي مشاكل الاتاحة؟ ان ممكن يكون العنصر موجود بس متركب معقد مع مركب تاني وبالتالي الجذر ما بيقدرش يستفيد. ما بيستفيدش منه. بس في الزراعات اللي هي اللي في الصحاري او في المناطق اللي هي حديثة الاستصلاح انواع الاسمده اللي بتستخدم مختلفه عن الدلتا. بمعنى ان انا مثلا ممكن استخدم الفوسفور انا بحطه في شكل فوسفوريك اسيد. النترات ممكن بيستخدموها في شكل حامض نيتريك. وهم بيحبوا الحاجات دي علشان ديت بتعمل ايه؟ تنظيف للشبكه بتاعه الري كمان يعني. فلما بنعمل تغير في المستوى بتاع البي اتش او الحموضه بتاعه التربه، لان احنا التربه في مصر عموما قلويه.
فلما بنعمل التغير في البي اتش ده بيحصل تحرر للعناصر ديت من المعقدات اللي هي داخله فيها الكسر. وبالتالي بيحصل بيقول لك نسبه اتاحه، بتزيد نسبه الاتاحه للنبات. فانا ما عنديش مشاكل في البوتاسيوم قوي، الا ان انا ساعات بحط سبلمنت يعني خارجي اضافه خارجيه بالظبط كده عشان اسهل الموضوع. المعامله زي ما حضرتك قلت، زي ما قلت لحضرتك، ممكن تكون منقوله من محاصيل اخرى اللي هي نترات البوتاسيوم علشان ايه يصفي العرش. انما احنا قلنا ايه؟ قلنا ان هو اساسا بيستخدم الصوديوم زي البوتاسيوم بالظبط، فبالتالي الصوديوم انا عندي موجود وبكثره فخلاص. المشكله هنا في ايه؟ ان كلمه نترات اللي مع البوتاسيوم انا المفروض في بنجر السكر بوقف التسميد النيتروجيني عند عمر الثلاث شهور، اخر دفعه تمام. سماد نيتروجيني بحطها عند عمر الثلاث شهور تمام. ولو حطيت بعد كده هيحصل عندي ايه؟ هيحصل عندي ان النيتروجين بيزود حاجه من اللي بنسميها امبيورتيز او بنسميها الشوائب. الشوائب ديت جوه بنجر السكر ماده اسمها الفا امينو نيتروجين، الفا امينو نيتروجين. الماده ديت من المواد اللي بتصبط عمليه تبلور السكر في الصناعه، وبالتالي انا بوقف التسميد النيتروجيني، مش عايز يبقى فيه زياده في التسميد في نسبه النيتروجين اللي موجوده جوه النبات، علشان تصنيعيا هيزيد نسبه الالفا امينو نيتروجين اللي موجوده فيها، وبالتالي هتعمل لي عمليه الايه الاعاقه في البلوره اللي بتحصل في السكر بالظبط كده. فا انا يعني طب هنا ننصح الفلاح ونقول له ايه بتصفيه العيش، خاصه بيبقى المجموع القدري الف طام ان انا امنع الميه قبل الحصاد بكام يوم يا دكتور؟ بشهر، باربع اسابيع شهر. بشهر عشان يعقد نسبه السكر. عندنا في بعض المزارعين وديت انا ساعات بضحك يعني معاهم في محاضرات او في اعداد او كده، فبقول لهم ايه، انا طبعا عارف انا هوصل للنقطه دي، فاقول لهم ايه رايكم في الناس اللي بتجيب اللبن وتحط عليه ميه وتبيعه للناس؟ ده حرام. وبحرك كله على طول يرد كده، اقول لهم طب ايه رايكم بقى في اللي بيجوا قبل الفطام، قبل ما بفطموش غير قبل الحصاد باسبوعين طبعاً. علشان وزن البنجر يزيد، واخد بالك؟ فهي شكلها عامله زي بالظبط كده. ليه؟ لان انا في مصر طبعا احنا عندنا الزراعه بتاعت المحاصيل السكريه، والزراعه عموما يعني لها ابعاد اجتماعيه سياسيه، فاحنا لازم نحافظ على الناس لان احنا عندنا مستويات اجتماعيه وليها صغيره ويا دوبك يعني بيوصلوا لكذا، ليها بعد امني كمان لان كوبايه الشاي دي في عند المصريين حاجه مهمه جدا بالزبط. يعني ما ينفعش دايما الحكومات المصريه بتولي المزارع واحتياجاته اهتمام فوق العادي. وبعدين هي كمان فيها ميزه زي ما حضرتك بتقول ان هي زراعه تعاقديه بالزبط. يعني هو مش هيزرع ويدور على حد يشتري منه، ده بيزرع ويدي المصنع بالظبط يعني كده، هو شغال اوتوماتيك. فانا عندي جانب اقتصادي وجانب اجتماعي. طب الجانب الاقتصادي بتاعها هي جدواها كنوع زراعه، يعني زراعه البنجر دي حاجه اي زراعه في الدنيا يا فندم زراعه مربحه جدا لما تبقى صح بكميه الانتاج الصح، وتبقى زراعه فاشله جدا لو هي بالكميه الغلط، واخد بال حضرتك بالطريقه الغلط. بمعنى ان انا لما بقول لحضرتك ان انا الفدان المفروض يطلع عندي 40 طن للفدان، 40 طن للفدان لما نيجي نضربهم في الرقم بتاع الثمن السوق يعني ثمن التعاقد يعني، واخد بحرك، هنبص نلاقي مبلغ. طيب لو ال 40 دول بقوا 20، انت كده هوت مهما كده يعني، هي الزراعه بتاعت المزارع ان انا عندي 6 شهور، الست شهور دول جدواه كمنتج جدواجه يعني اقتصاديا مربح مربح طبعاً جدا لما تزرعوا ننصحهم بيه ان هم يزرعوه يعني من اول 30 طن الفدان بس نيجي نسال سؤال بقى، متوسط عام الجمهوريه كام؟ 17 طن الفدان، واخد بحرك. ففي عندي مزارع بيكسب وفي عندي قدامه مزارع بيخسر. لما بيخسر ليه؟ بيخسر ده من سوء ادارته للمنظومه الزراعيه اللي عنده وللكثافه النباتيه اللي موجوده في الارض. دي حته كنت بزه وكنت يعني معلش مع احترام الدكتور، هو مانس فارس حتى ابتدى من الاول قال لك كنا بنزرع على بعد قد كده يعني برضو كانت بتخسر. لا لا لا، ما انا هقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم، هو طبعا زي ما تفضل الدكتور وقال ان بعض الناس يا اما انه بيوسع يا اما انه بيكثف. فالنهارده ما كانش فيه الخرطوم ال 30 سم موجود، خد بالك يا دكتور، يعني احنا دلوقتي كنا الاول خرطوم عندنا ما بين النقاط والنقاط 50 سنتي. طبعا طلعت شركات دلوقتي عملت على 10 سنتي و15 سنتي و20 سنتي، بدات الشركات حسب ما انت بتطلب هو بيعمل لك. فالنهارده بالفعل تم الـ كل المزارعين
في الدلتا النهارده اللي بيزرعوا في منطقه جمصة وزيان وبلطيم اللي هي القريبه من البحر نسبه الملوحه زي ما انا بقول لحضرتك من تتفاوت من 900 الى 1200 جزء في المليون. بداوا يزرعوا الخراطيم على 30 سم وزي ما انت تفضلت 14 خط في الاصابتين. ففعلا بدا يجيب وطبعا قرب المصنع منهم برضو عندنا المصنع اللي هو موجود في مصنع بالقاس اللي هو بتاع السكر، كل ده بيجمع بيبقى قرب المكان مع الاحتفاظ بكميه الانتاج زي ما تفضلت من 30 ل 40 طن. هنا بداوا يحسوا بان في مكسب وفي نفس الوقت تغيير في التربه وتفكيك التربه، بعد كده بيقدر يزرع محاصيل ثانيه بيستفاد منها. وهو ينفع يبقى في معاه محاصيل بينيه؟ كان في ابحاث تكثيف كتيره بتتعمل على بنجر السكر، ولكن الكثافه النباتيه بتاعته بتخلي المحاصيل ديت بتبقى يعني ما بنزرعهاش كتير. في ناس جربت تزرعه مع فول وفي ناس بس تاثر على جوده المنتج البنجر. لا مش هتاثر بشكل كبير، بس احنا عندنا في نقطه اللي هي طبيعه المحصولين، لازم طبيعه المحصولين تبقى متقاربه مع بعضها، يعني ما يبقاش واحد قصير والتاني بيفرش ورقه فيمنع الضوء عن القصير فيموته وهكذا. فهي لازم يبقى فيه نوع من الايه التوافق بين الصفات الشكليه او المورفولوجيه بتاعه المحصولين علشان يقدروا يستفيدوا بال 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 بالشمس او بالفراغ اللي موجود حواليه. انما في الحته اللي بيقول عليها الباشمهندس اللي هي بتاعه 30 سم، 30 سم في 14 خط في الاصابتين بالحساب السريع كده يعني انت بتتكلم في 20,000 نبات في الفدان. ال 20,000 في نبات في الفدان دول من اول موسم الزراعه، من ساعه ما بزرع البذره لحد اخر الموسم انا في عندي فقد بيحصل، فقد يا اما بيحصل من حشرات او في اهلاك امراض او على فكره يا دكتور. ومش بيزرع حبه واحده جنب النقاط، بياخدها زي رجله غراب. يعني بيوصل برضو بص حضرتك في ممارسات كتيره جدا. انا برضو اصل احنا ايه يعني انا بحب دايما اتكلم ان احنا بنتكلم بالعلم التجريبي الذي خضع للتحليل الاحصائي طبعاً. يعني نتائج قطع الطرف. انا هستاذنكم بس نطلع فاصل صغير. اتفضل يا فندم. اعزائي المشاهدين هنخرج لفاصل صغير ونرجع لكم تاني ان شاء الله. شهر مش حط في الاخر. اعزائي المشاهدين رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بنرحب بالدكتور ايمن والمهندس فارس. هنرجع للجزئيه اللي كنت بتكلموا فيها بتاعه طريقه الري بالتنقيط للبنجر. هو طبعا احنا دلوقتي حضرتك احنا يعني الدوله كلها والابحاث كلها ماشيه في الخط بتاع كيف نرشد استهلاك المياه في الزراعه. يعني احنا بلد بنستخدم طريقه اللي بنسميها الري بالغلط. طب هو الفدان على الطريقه اللي حضرتك بتقول عليها اللي هي اللي حضرتك بتقول الطريقه النموذجيه تستهلك قد ايه ميه؟ بالري بالتنقيط يعني من غير ما نبص الارقام على الاقل هتنزل 25-30% من كميات الري اللي احنا بنستخدمها. يعني هتقل عن 5000 بالظبط كده. يعني ده الرقم اللي ممكن يزيد، لان في عندي تكنولوجي كمان اللي هي التكنولوجي بتاعه الدريبنج سيستم نفسه، يعني كل حاجه لها يعني كفاءه مختلفه عن الثانيه. يعني الكواليتي بتاع الشبكه ممكن يقل ميه كمان. وفي عندي نظم ري كتيره، يعني انا في عندي يعني احنا في مصر هنا اهوت كنا درسناها، بس انا يعني شفت الحاجات دي بره كتير يعني استخدموها. طب دي يمشي فيها الري تحت الخط؟ تحت الخط يعني خط الزراعه بيبقى كده وينفع يبقى في ري من تحت ما يبقاش الشبكه أيوة لا في ايوه حالياً. في حاجه اسمها دريب سو سيرفيس اريجيشن او متواجده حاليا التنقيط تحت سطح التربه. أيوة ده بيبقى الخراطيم مدفونه تحت سطح التربه ب 30 سم تقريبا وبتزرع فوقيها. دي من السيستمز الممتازه جدا. كانت زمان لها عيوب كتيره، ان كانت الجذور لما بتنزل في الارض بتيجي تسد الدريبرز اللي هي الخرام اللي بتنزل الميه دي او اللي بتنشع الميه. دلوقتي في شركات كتيره على مستوى العالم ابتدت انها تعمل بعض المواد السيليكون بالنانو تكنولوجي بحيث انها منفره للجذور، ما تخليش الجذر يقرب يخش في الخرم ده، وبالتالي بتبقى سالكه على طول. فبيزرعوا بيها حاجات كتيره بره، يعني في عندي في كذا شركه، يعني انا كنت في البرازيل ونزلت هنا مصر قريبة. موجوده يا دكتور؟ كانوا عاملينها على القصب. موجوده بالفعل في مصر بالظبط، يعني على القصب موجوده النقطات موجوده حاليا. مهندس السائر كان معانا في الحلقه اللي فاتت، هو احد مزارعي المنيا برضه وبيشتغل في قصب السكر،
كان بيقول ان هو بي يعني يعني بي 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 بيرتب ان هو الدوره اللي جايه يبتدي يروي. هو طبعا هو اللي تحت سطح التربه ده من الحاجات انا شفتها بقول لحضرتك التجربه قائمه في البرازيل على اكثر من 100 فدان. لا ده بيدي لك بالظبط بيوفر تركيز. لك في القصب بيوفر في القصب فوق ال 50% من الميه. من الميه. يعني ليه؟ لانه بيطلع بقعه ميه ناشعه تحت الجذر بالظبط. يعني هي عامله زي بالظبط ايه زي يعني سمعتها التعبير ده من احد الناس اللي بتشتغل في الشركات دي بيقول لي انت بتدي له السماد بمعلقه في بقه. يعني انت عارف ايه مفيش نقط بتقع في الارض مفيش هدر. احنا عندنا في الري العادي طبعا نسبه الميه اللي بتروح للمصارف وبتنزل تحت في الطبقات السطحيه كتيره. الاستخدام بتاع النبات من الميه اللي انا رويت بيها الفدان ده كله تبص تلاقيها هي 30% اللي استفاد بيهم والباقي ده كان كله نسبه الاملاح كمان في مياه الصرف اللي بترجع تاني تاثر معنا بالزبط. يعني النهارده لما يجي حتى بيرو بالري الغمر مع زياده الاسمده مع ده كله بيؤدي بالذات في المناطق الدلتا اللي بالنسبه للكيماويات اللي بتتحط في التربه بتؤدي بتروح مع ميه الصرف المغطى يجي طبعا عشان يخلط كمان نسبه طيب المياه. معانا بس مداخله معانا استاذ فتحي من الشرقيه. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت حضرتك انا كنت رشيت البرون على عمر حوالي 5 شهور. تمام. ف يعني حسيت ان الزرع اتصفى كده فايه الموضوع لان يعني احترف ازاي دلوقتي اتعامل ازاي مع الزرع؟ تمام. في سؤال تاني؟ هو الزرع دلوقتي عمره حوالي 6 شهور ونص. طيب تمام. خلاص. وفي معلومه ثانيه لو سمحت. تمام. عندي شبكه تنظيف ازاي انا اضيفها يعني انه كبريتيك ولا نكريت انه يعني انه انسب ان هو تنظيف الشبكه. تمام. ماشي فهمت. فيه تحت امرك حضرتك بقى اسمع الاجابه من الدكتور ايمن ومهندس فارس وخليك معانا. اتفضل يا دكتور. هو طبعا رش البرون بالنسبه للبنجر من الحاجات المهمه جدا علشان نقاوم مرض فسيولوجي بيحصل من نقص عنصر البورن بنسميه القلب الاسود. فبنيجي احنا من بعد ال3 شهور بنرش رشه البورون ديت علشان ندي الكميه البورن للنبات اللي ما تخليش العرض دوت يظهر عليه. وخصوصا ان العرض ده بيصيب مين؟ بيصيب القمم الناميه اللي هي اللي بتطلع الاوراق من على القرص بتاع الجذر. تمام. فبالتالي بتعمل خسائر. انت حضرتك بتتكلم بتقول البنجر بتاعك 6 شهور ونص يعني انت تقريبا العربيات واقفه على الطريق مستنيه انك تحملها. يعني فخلاص كده الموسم ايه الموسم خلص. بس لو حضرتك زي ما قلت انك انت رشيت وعمر البنجر 5 شهور ده ميعاد متاخر قوي للرش ده انت خلاص كده انت داخل على الفطام يعني مش فما كانش فيه داعي انت كان المفروض ترش قبل كده المعامله دي بالظبط كده يعني في ميعاد مش في الميعاد بتاعها المفروض يعني. بالظبط كده فاهم. تمام. طيب والموضوع تنظيف الشبكه ده بالنسبه بعد اذن حضرتك دكتور بالنسبه لتنظيف الشبكه هو عموما بالنسبه للشبكه اللي احنا بنعملها النهارده المفروض تصمم ازاي يا استاذ ابراهيم ان احنا هنقول بدايه الفدان ونهايه الفدان. الصح في الموضوع ده ان انا بعمل خرطوم 50 ملي في بدايه الخط و50 ملي في نهايه الخط. بجمع كل الخراطيم الجي ار في ال50 ملي وفي النهايه يبقى عندي طبتين بحيث ان انا لما اجي اعمل عمليه غسيل ما اقعدش افتح الخراطيم كلها. دي بتبقى عمليه سيئه خاصه في مساحات الاراضي الكبيره. افتح الطبه اللي في النهايه يبقى العامل بيمشي على جنب واحد يفتح الطبه سواء من يمين او شمال مع عمليه الغسيل. طب المفروض ان هو داخل في بدايه الموسم بيستخدم حمض النيتريك بمعدل 2 لتر للفدان ويعمل عمليه غسيل من ضمنهم ان الحمض النيتريك برضه بيفور معاه التربه. طيب النهارده هو دخل في عمر 6 شهور لو حط حمض النيتريك هتنوصل لمشكله ثانيه في تبقى هيدخل نيتروجين ثاني للنبات. فالمفروض انه ايه بعد انتهاء المحصول يعمل عمليه غسيل للخراطيم. الطريقه المتبعه ان انا بحط 2 لتر اخر الري بنسحبهم في 5 دقائق. بعد ال5 دقائق ادي حوالي 5 دقائق ميه واوقف الميه. تاني يوم بيعمل عمليه الغسيل ان يفتح الطبتين او يفتح نهايه الخراطيم مع اول دفعه ميه بتغسل الشبكه عنده. بعد كده بيقفل الخراطيم بتاعته.
تمام. ودي الطريقه المثلى اعتبرها دي اذا كان الدكتور ليه تعليق عليها. لا هو هي طبعًا دي الطريقه المثلى عمليه غسيل الخراطيم. بس هو طبعا الاستخدام بتاع الخراطيم المفروض ان انا في عندي صيانه بنسميها صيانه قصيره وصيانه طويله. طويله الصيانه القصيره ان انا بعد الري تقريبا كل اسبوع مثلا بتفتح لازم الخراطيم عشان تطرد الرمل. الفلتريشن الفلاتر اللي راكبه. معانا استاذ علي من بورسعيد، مساء الخير استاذ علي. معاك يا فندم. معاك يا فندم. مساء الخير يا فندم. الو، اهلا بحضرتك. امرنا حضرتك، كنت عايز تستفسر عن ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم صل عليك يا نبي. احنا عاوزين طبعا نتواصل مع الباشمهندس. طبعا الراس عندي هنا في بورسعيد مطوله، مفيش راس كميه يعني اقصى حاجه لها كيلو. فاحنا عاوزينه يفيدنا بمعلومه يعني بيقول ايه في البنجر ده يطلع محصول زي ولا مثلا بيقول ان الراس مطوله وما بتجيبش كيلو. وكلمني في ارقام حلوه خالص، فانا عاوز استفيد منه. مش فاهم الكلام قوي. بيقول ان الراس عنده بتبقى طويله وزنها قليل، يعني وزنها اقل من كيلو. وزنها اقل من كيلو. مطوله يا فندم، مطوله مفيش اي حجم لها بالنسبه للثلاثه او اربعه كيلو خالص. انا فيه. طب زارع فيهم ايه؟ هو حضرتك نمره واحد حجم كيلو ده الحجم الممتاز. يعني وزن كيلو ده للجذر ده وزن ممتاز جدا، هو ده الوزن اللي احنا عايزينه واللي المصنع عايزه واللي بتبقى دايما نسبه السكر فيه عاليه. ما ايوه يا فندم، كل ما الجذر كبر دي مش حاجه كويسه. احنا عايزين الجذر يبقى جذور كتيره والجذر الواحد يبقى في حدود الكيلو، هو ده الوزن الكويس. طبعا انت حضرتك انا ما اعرفش انت زارع عديد الاجنه ولا زارع وحيد الاجنه، فدي برضو بتبقى فرقه، لان اللي هي الاصناف العديده بتبقى الجذور بتاعتها اكبر شويه من الاصناف الوحيده. الاصناف الوحيده بيبقوا يعني الشركات بتاعتها للصفات التصنيعيه هم بيفضلوا اللي هي من اول 700 لحد ايه لحد 1 كيلو الوزن بتاعه. انما طبعا في الاصناف اللي هي عديده الاجنه بيبقى بيتفاوت حجم الجذور في الحقل الواحد، يعني من حجم كبير لمتوسط لايه لاصغر. طيب حضرتك كنت عايز اسال على حاجه ثانيه؟ حضرتك ليك سؤال تاني غير السؤال ده؟ شكرا يا استاذ علي. تمام. فهي الفكر في حجم البذره في حجم الجذر على فكره هو برضه هنرجع لكلمه الكثافه النباتيه. اغلب ما حصل واغلب المشاكل اللي عندنا كثافه نباتيه، هقول لحضرتك حسبه صغيره قوي نفسي الناس تفكر فيها. احنا النهارده عندنا فجوه في السكر بنسميها فجوة المليون طن، من 800 لمليون، وعندي 50,000 كيلو أنا محتاج، 50,000 طن أنا محتاجهم كل سنة للزيادة السكانية. يعني شوف حضرتك الفجوة زائد الزيادة السكانية كمان لها استهلاك. أنا زارع. طب ما المفترض بقى إن ده يبقى منتج استراتيجي، يعني أنت محتاج إن أنت تمد زراعات أو تنشره كزراعات بشكل كبير. بالظبط يا فندم، بالظبط. طب أنا لما أقول إن فدان البنجر المفروض يطلع لي 30 طن وانا متوسطي على مستوى الجمهوريه 17 طن، يبقى انا في عندي قد ايه ناقص؟ النص. انا بطلع النص بنفس تكاليف الانتاج. طب لو ظبطنا عدد النباتات في الحقل بحيث انه يوصل لل 30,000 نبات هيطلع لي 30 طن. لو ضربنا ال 30 طن في المساحه بتاعت ال 600,000 فدان الفجوه اتسدت وكمان هيتبقى معانا شويه سكر نصدره. يزيد من نفس المساحة ومن غير ما ندفع تكاليف تاني، من غير ما ندفع تكاليف يعني أكثر من التكاليف اللي بندفعها. والعائد على المنتج كبير. والعائد على المنتج كبير. ده أنا ضعفت دخلك مرتين. إيه المربوط بتاعها يعني؟ المربوط بتاعها مجهود المزارع في العناية بأرضه. واتباع الإرشادات. واتباع الإرشادات. المتخصصين يعني هي دي الفكرة. لذلك دايما تلاقي حضرتك في مزارعين في الدقهلية مثلا وفي كفر الشيخ. تبص تلاقي لما تقول له الفدان بتاعك مطلع كام؟ في ناس بتطلع 54 طن للفدان. أيوة. شوف انا بقول لحضرتك 30، في ناس بتجيب 54 طن. Yeah. طيب تعالى في حتت تانية في الفيوم 11 طن و12 طن. طب دي فرق رعاية؟ نعم؟ يعني نفس المنتج نفس البذور اللي بتتحط. هي. بس بيبقى في نوع من ايه؟ ولا فرق تربة؟ لا فرق يا فندم في الزراعة اليدوية.
المفروض بنقول 15 سنتي. فانت لما بتيجي تعمل باليدويه ممكن تبقى مره 15 ومره 25 ومره 30، يعني مفيش دقه في الوضع وضع الجور. دي نمره واحد. نمره اتنين اعداد الارض. في ناس كتيره ما بتعدش الارض. انا عشان اقوم ال 14 خط في الاصابتين لازم التربه تبقى ناعمه تماما علشان تعرف تقوم، لاني لازم ازرع البذره. لما ازرع البذره في تربه ناعمه لازم تبقى البذره مدفونه في 2 سم، يعني هي تحت 2 سم مش اكتر من 2 سم عشان تنبت. لما بكون انا مش عامل التربه كويس، اول حاجه الخط ما بيبقاش قايم حلو، وتاني حاجه بتبقى الحجاره فيه كبيره. فيبقى معنى كده لما اجي احط البذره، البذره بتروح ساقطه واقعه في بير كده، البير ده مثلا 10 سم ولا اكتر، فالبذره بتموت بتنبتش. فبيجي عدد البذور اللي انا بنزلها مش هي عدد البذور اللي بتنبت عندي، وبالتالي بيقل العدد اللي موجود. انما انا لو تعبت في اعداد الارض بالشكل الصحيح علشان تبقى الارض ناعمه، واعرف ازرع في مسافات زراعه صح، واعرف ازرع في اعماق صح، اعماق زراعه البذره صح، انا كده هقدر احدد يعني ازود عدد النباتات اللي موجود عندي بنسبه كبيره، وبالتالي دخلي هيزيد. بدل ما باخد 1000 جنيه في الشهر هبقى باخد 2000، لان المزارع الوحيد، انا بسمي المزارع الوحيد اللي هو الموظف في ارضه الذي يحدد اجره بايده. يعني احنا ما في حدش فينا بيحدد اجره، احنا متفقين على صم معين هو اللي احنا بناخده. انما المزارع لو طلع 20 طن للفدان يبقى تقسم الفلوس اللي هو كسبها على عدد الاشهر يطلع ان دخله في الشهر 1000 جنيه. لو طلع 40 هتلاقي دخله في الشهر بقى 2000 جنيه، يعني كل ما هو بيشتغل اكتر وبيدي اكتر هو بيرفع من مستوى دخله. اه فاهم قصدي. وعشان كده يا دكتور احنا بنقول يعني الارشاد لازم يكون له دور. الارشاد لازم يكون له دور. برضه في عندنا في المصنع لازم بيدوا له المعلومات، يقول له انا المفروض يبقى نسبتي كذا وده وضعي كذا، وخاصه احنا عرفنا بعض المصانع النهارده بتطلع مهندسين من داخل المصانع نفسهم يتابعوا المحصول بتاعهم، لانه يهم المصنع انه طبعا بيدي له مبيدات وبيدي له وممكن يدي له بيدي له فلوس طبعا على الزرعه بتاعته، وبيدي له كمان مبيدات الحشائش والبذور. فالمصنع يهمه ان هو يجمع كل اللي اعطاه للمزارع، فبالتالي ويهمه ان دخل المزارع يزيد. يبقى اذا الارشاد، غياب الارشاد وتثقيف الفلاح نفسه، لان الفلاح النهارده ممكن يجي يزرع زرعه يا استاذ ابراهيم ويتابعها بالزرع. انا زرعت مثلا وليكن زرعه معينه وجيت دخلت على البنجر او زرع من المهندسه شيرين، تمام. يعني بيتكلم في اعداد الارض الاعداد الجيد زي الدورة الزراعية، بيبقى في دورة زراعية يبقى أنا تبعها بالزرع اللي بعديها، لازم أجهز أرض تجهيز زي ما قاله الدكتور، تكون تربة صالح، كل نبات وله تربة معينة تصلح لزراعتها، خاصة البنجر لازم تبقى التربة ناعمة عشان البذرة تبقى على عمق قليل ويبقى في الإنبات عندنا إيه بحالة جيدة. مستوعب. اتفضل يا دكتور. يعني اللي هي بنسميها إيه، المحددات بتاعة الإنتاج دي من أهم حاجة. محصول بندر السكر على فكره من المحاصيل اللي انا بسميها المحاصيل السهله. ليه؟ انت حضرتك اي واحد بيزرعها ما بتعبش غير اول 3 شهور، وبعد كده هو ملوش دعوه بالارض اكتر من انه بيروي. يعني هي بس خلاص، انا جهزت الارض بالشكل الصحيح، زرعت بالشكل الصحيح، حصل عندي الانبات بالشكل الصحيح، عملت عمليه الخف بالشكل الصحيح، عملت عمليه الترديم بالشكل الصحيح، دفعات السماد بتاعتي محطوطه بالطريقه الصحيحه، يبقى خلاص انا كده وصلت لمرحله ان انا يعني ايه، بعد الثلاث شهور انا حطيت اخر دفعه سماد عندي واخر خدمه، لان بعد الثلاث شهور البنجر بيغطي. يقولوا كلمه بيغطي، بيغطي يعني ايه؟ الورق بتاعه بيفرد، فالورق بتاع البنجر بيلمس بعضه النباتات، وبالتالي الدخول في الارض كتير بيكسر الايه، بيكسر الورق لانه غطى الورق والنباتات دي. فانت خلاص انت كل المهمه اصبحت مهمه ري، يعني اصبحت مهمه ري. اللهم الا لو حصل عندي لا قدر الله اصابه بامراض توقعات اوراق ولا كذا بتستدعي التدخل بالرش، يبقى هي دي الحاله الوحيده اللي انا ايه بخش بيها، او زي ما ذكر الباشمهندس من شويه المعامله بالبورون كاحد المعاملات، او بالبوتاسيوم مثلا كاحد المعاملات اللي انا بعملها لتحسين الانتاجيه بتاعه المحصول بتاعي. محصول. طب في حاجه تانية يا دكتور كنا عايزين برضو مع احترام حضرتك، ان بعض الناس من المساحات الكبيره وخاصة النهاردة عشان يجيب عمالة ويبدأ أنه يضم الخط ويخليه على شكل هرمي بيبقى هتاخد منه وقت كتير وهتكلفه كتير. طيب لو دخل بالجرار وعملية فج بالجرار وضم، احنا ساعات بنعملها في الطماطم
الجرار والنبات، والنبات بيبقى موجود بيدخل الجرار ويفج، بيقوم التربه نفسها تضم على النبات. هل ممكن يستخدم المزارع البنجر نفس الطريقه؟ لا طبعا مش هينفع، لسبب انا عندي 14 خط في الاصابتين وعندي عجل الجرار ليه مقاسات معينه. الكلام ده بيحصل في محاصيل، يعني في الطماطم انت بتزرع على مسافات عاليه بيبقى في مكان لعجل الجرار بيمشي وفي خدمه بتتعمل. يعني طب انا عايز احكي على حاجه، هو المحاصيل دي مين اللي بيحددها؟ يعني ايه؟ يعني ان هو يزرع مثلا في الارض بتاعته بنجر، هو اللي بيحدد القرار ده؟ ولا في خريطة زراعية بتقول ان هو يزرع هنا في المكان ده كذا؟ لحد احنا كان عندنا دورة زراعية موجودة في مصر. الدورة ديت كانت بتحدد، في عندي احواض وفي عندي اماكن بتحدد الدورة الزراعية معينة ثلاثية او كذا، بيزرع محصول كذا بعديه كذا بعديه كذا. وبعدين مع تحرير التجارة وتحرير الاقتصاد وتحرير كل حاجة تحرر كمان المزارع من هذه الدورة واصبح بيزرع اللي هو عايزه. وده ليه مميزات وليه عيوب. العيوب اللي عندنا اول حاجه ان احنا بره لما عملوا التحرير ده الموضوع عندهم مش صعب زينا، لان الملكيات بتاعتهم كبيرة. اكبر مننا بكتير. احنا ملكياتنا، احنا عندنا من اكبر المشاكل اللي بتواجه تطوير الزراعه في مصر واللي مدوخه كل الناس، المشاكل معروفه والحلول معروفه كلها. بس المشكله انك ازاي تطبق هذه الحلول على القطع الصغيرة ديت. يعني أنا لو عايز أطور ري ونعمل ري بالتنقيط، لما بتخش في حوض بتلاقي عم سعيد عنده 4 قراريط وجنبيه عم فلان عنده 3 فدادين وجنبيه 5 قراريط وجنبيه كذا، وده عايز يزرع كذا وده عايز يزرع كذا، كل واحد عايز يزرع زرع مختلف. الرقعة الزراعية عندنا كمان عامل لنا حاجة، عامل لنا نسبة إهدار في الأرض، الحدود اللي بين القطع الصغيرة ديت دي كلها مهدارة. يعني في دراسات قالت إن لو الأرض دي اتفردت على بعضيها احنا هنزودها 30%. يعني معنى كده ان عندي 30% بالظبط مساحه تزيد، ان في عندي حدود كتيره معموله للكلام ده. فالتطوير صعب. طب مش ممكن يبقى في تحديد بسلوك او بحاجه كده تبقى شكل اوائل او كده فتبقى فصل؟ بقى دي ثقافه احنا عندنا كانت ثقافه يعني بدل الاهدار، ما انت في الاخر هتهدر. النهارده الجي بي اس مثلا لما بيحدد المساحات بتاعه الاراضي، هل ده لغى الحديده والحجر؟ لا انت عارف حضرتك هي دي قصه ودي قصه، دي ثقافه بالظبط كده. والله يا استاذ ابراهيم احنا كنا زمان عندنا في الفلاحين ان الحديده اتدقت يعني خلينا نتكلم باللغه الفلاحين، يعني بيبقى في جسر ما بيني وبين الاستاذ ابراهيم مثلا في ارضي، حدود ارضي لو يا رب هو خيط كده بيبقى كل واحد عارف حدوده وكل واحد ملتزم. لكن النهارده الفكر اتغير، الفكر اتغير كلها بالخير والثقافه اتغيرت والاحترام يعني ربنا يهدي. ده مطلوب ان احنا نرجع تاني لعقولنا ونرجع تاني يبقى قلبنا على قلب بعض. يعني انا النهارده ما يكون عندي فدان هنا بس معايا ثانيه استاذه مهندسه شيرين مسلم، مساء الخير باشمهندسه شيرين. ايوه مساء النور. مساء الخير يا باشمهندسه، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. انا احنا كان حضرتك كنت بعت لنا عشان انتوا في عندكم مؤتمر بيهتم بتنظيم الشؤون الاداريه والشؤون الصناعيه والزراعيه، فكنا عايزين نعرف منك بس نبذه سريعه كده عن الموضوع. اهلا بيك يا فندم. المؤتمر بتاعنا بكره إن شاء الله. هو خاص بالتطوير في سلاسل الامدادات، ان احنا ازاي نبتدي من العميل، من طلب العميل لحد ما المنتج يوصل عند العميل، خاص بالمحاصيل الزراعيه، خاص بالمنتجات الصناعيه، خاص بجميع انواع المنتجات. المؤتمر دوت ترعاه وزاره الصناعه، بتشارك فيه مركز تحديث الصناعه 5 رؤساء قطاعات من هناك، ومعانا ناس مختلفه، دكتور هيثم من وزاره الصناعه، معانا ناس مستر طارق ميماني من مجموعة الميماني في السعودية، معنا زملاء من دبي. المتحدثة الرسمية في المؤتمر هي دكتور هولي أوت، هي هتكون من ألمانيا، موجودة معنا برضو من جامعة ميونخ في ألمانيا، وعندنا ممثلين من جامعات مختلفة زي جامعة النيل وجامعات مختلفة في مصر وشركات صناعية كبيرة. تمام. طيب احنا نتمنى لك طبعا التوفيق. وعايزين نعرف بس منك يعني الـ 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 الهدف الرئيسي من الموضوع، وانتبه مع حضرتك الـ الـ النتائج والتوصيات اللي هتخرجوا بيها من المؤتمر.
احنا فقدنا الاتصال مع استاذه شيرين، بس احنا برضو هنتواصل مع حضرتك تاني ونعرف برضو يعني الاهداف، وفيما بعد انهاء المؤتمر نعرف التوصيات اللي خرجتوا بيها من المؤتمر والنتائج بتاعتها، لان هم بي بي يعني بي بيتابعوا الموضوع الاداري في الـ في الـ في المنظومات فروم اي تو زي، يعني من اول ما تبتدي النهايه، من اول ما تبقى نقطه لحد ما تنتهي لحد النقطه الاخيره، وكلها تبقى حاجات باي سيستم وسوفت وير، ويعني حاجات تبقى ايه كلها يعني دوره بتسلم بعضها. هو في كانت حته بس عايز اتكلم فيها يا استاذ ابراهيم بعد اذن حضرتك. احنا بنقول انت بالنسبه لتفتت الحيازه الزراعيه، بنجد مثلا مزارعي ممكن يزرع رز، المزارع الثاني اللي جنبه ممكن يعمل صوب خيار. طبعا ما فيش فيه توافق ما بين الزرعتين على الاطلاق، فطبعا ده بيؤدي لمشاكل كثيره في الزراعه. اتفضل. احنا في الاخر بنتقدم لكم بالشكر. معلش احنا وقتنا شارف على الانتهاء، واحنا سعداء طبعا بوجودكم معانا، لان قلتوا معلومات كتير جدا تفيد الناس وتخليها تقدم على طرق جديده في الزراعه وعلى منتجات جديده مهتمين بيها، منها جدوى اقتصاديه كمان ليهم حتى كانتاجيه. في النهايه بنشكر المهندس ايمن، دكتور ايمن، وبنشكر المهندس فارس عيد على وجودكم معانا النهارده. اعزائي المشاهدين، نتمنى دايما نقدم لكم كل ما هو جديد وحديث في عالم الزراعة بمختلف أشكاله، بمختلف ما يهتم به كل المهتمين بالزراعة في مصر، وبنقول دايما بالأمل والعمل تنمو الشعوب، وإلى أن نلقاكم الجمعة القادمة على خير إن شاء الله.